كل مجتمع لديه مختلف الفئات الاجتماعية. الأيتام هم أحد تلك الفئات التي لا يريد المجتمع الاعتراف بها، ولكن كجزء من التفرقة العنصرية التي يعاني منها مختلف الدول المتعددة. الأيتام هم حقيقة واقعية لا يجب تجاهلها، لأنهم شريحة من هذا المجتمع قد يؤثروا عليه قدر ما يؤثروا به، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤثروا سلبا على هذا المجتمع ويحسبوا عليه كعبء قد يؤخر تقدم وديناميكية هذا المجتمع. فنحن بهذا الصدد نضع أنفسنا أمام سؤالين، وهما: كيف نبني مجتمعا يقبل ويتعامل مع هذه الشريحة الغاية الحساسية كنسيج من هذا المجتمع؟ وكيف نبني هذه الشريحة بطريقة تنمي بهم إحساسهم بأنهم كاملون، وننمي فيهم مقومات تبني هذا المجتمع ولا تهدمه أو تعرقل تقدمه؟ الأيتام هم الأطفال الذين تم تقديمهم إلى الحياة بوضع غير مؤاد، ليس لهم فيه من شأن أو ذنب، فلا يجب معاقبتهم بما لم يتسببوا فيه وما ليس لهم سلطة أو قرار عليه. إن تلك الأطفال جاءوا إلى الدنيا ليس لهم أحد يربيهم أو يعلمهم أو يرشدهم إلى الطريق السليم. إن عدم وجود أشخاص معينين تدعمهم وتربيهم أو ترشدهم قد يجعلهم غير محصنين عن إساءة المجتمع، فيصبحون عرضة للخطر على أنفسهم وعلى مجتمعهم. لذا علينا كمجتمع تقبلهم واحترامهم وجعلهم يشعرون بأنهم لهم قيمة ويستحقون المشاركة في بناء مجتمعهم، وليس تجاهلهم ووصمهم اجتماعيا أو نمطيا. ولكن للأسف هذا هو الوضع الحالي في مجتمعنا المصري. إن تلك الأطفال ليس لهم مأوى غير دور الأيتام، ولكن القلة القليلة منهم لهم أوصياء متكفلين بهم. على الرغم من أنهم أكبر القضايا الخيرية بمصر، فنادرا ما يزورهم أحد بدافع الود والرحمة. كل ما يسع أصحاب القلوب الرحيمة من فعله هو التبرع لهم ماديا فقط، لكنهم يتجاهلون احتياجاتهم الشخصية التي لم تلبى، وهذا يمكن أن يؤدي بهم إلى الكثير من الضرر نفسيا وجسديا، وهذا الضرر قد يعمل بطرق عدة: إيذاء أنفسهم أو مجتمعاتهم. ومن ناحية أخرى يوجد المجتمع قد يقوم بلومهم على وضعهم وما وصلوا إليه، وما يكفي من سخرية القدر أنهم قد يلوموهم على ما وصلوا إليه دون أن يلوموا أنفسهم على ما لم يقدموه من مساعدة أو دعم كان واجبا عليهم تجاه هؤلاء الأطفال. من المؤسف أن المجتمع يجعل هؤلاء الأطفال يدفعون ثمن جريمة غير مسؤولين عنها، وينبغي في الواقع أن ينظر إليهم بطريقة مختلفة تماما، على عكس ما يفعله الأغلبية العظمى من أطياف المجتمع المختلفة. فقد مروا هؤلاء الأطفال بكثير من الصعاب في حياتهم، وعانوا طيلة حياتهم من الجهل والتجاهل، ومع ذلك يوجد الكثير منهم اليوم أناس لهم شأن يفتخر به في مجتمعنا، لأنهم صمدوا وتحدوا صعابا كبيرة وكثيرة، وأولهم نظرة المجتمع إليهم. إذا لم نساعد في نشر الوعي لدى المجتمع بكيفية التعامل والتواصل السليم مع الأطفال الأيتام، فسوف ينعكس هذا بالسلب على هؤلاء الأطفال وعلى المجتمع. فقد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال بإيذاء أنفسهم نتيجة لعدم استقرارهم النفسي والمعنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي جمعية ابناتي هنا تأسست سنة 1993. المبنى طبعا المبنيين الموجودين القدام كان كل مبنى فيه تقريبا واحد 4 أوض كبيرة بتاخد طبعا أسرة البنات، بتتراوح بقى من 4 أو 5 أسرة حسب البنات مع بعض مع الدواليب بتاعتهم. وطبعا بتبقى فيه اوضتين للمشرفين والاخصائيين او المشرفات طبعا والاخصائيات، وبيبقى فيه حجرتين برضو احتياطي لبعض، مثلا اخصائيه بتبيت الكلام ده بيبقى لنا، يعني بيبقى فيها اكتر من ال4 اوض كمان.
المبنى الجديد هو الحمد لله من 3 أدوار. طبعا هو كان في جزء الحضانة، كان في مبنى حضانة أصلا في المرحلة الثانية تقريبا، كان في مبنى الحضانة. المبنى الجديد واخد الحضانة اللي هو الدور الأرضي كله، واخد دورين اللي هو الجديد لسه، يعني خلاص في جزء اتنقل وفي دور جزء لسه. بالنسبة للزيارات اللي بتيجي للجمعية هنا بتكون أحيانا رجال أعمال أو سيدات أعمال عندهم كفيل أو أكتر من كفيل هنا، فبيقعدوا معانا. لو رجل أعمال طبعا بيقعد في الإدارة، عشان ما ينفعش الرجل يخش أي منزل من المنازل الموجودة عشان كلها بنات. لو سيدة ممكن تقعد مع البنات في قلب البيت، بيقضوا اليوم معاها، بتبقى عايشة حياة طبيعية معاهم. يعني ممكن يكون في بعض ألعاب، في بعض أشغال يدوية بتحب توجههم ليها، ممكن يتكلموا معاها يحكوا لو في مشكلة خاصة، كمان بيبقى قريبين ساعات ليهم. ده بالنسبة للزيارة. في ناس ما بتبقاش كفيلة وبتيجي تقضي اليوم هنا مع البنات، بتحس ان هي طبعا حاجه بالنسبه لهم اللي هي اللي بيحط راسه على ايد يتيم، فهم بيعتبروها حاجه جميله يعني، بيقضوا اليوم برضو معاهم، مفيش اي مشاكل عندنا. ده بالنسبه للزيارات. كان يعني في سوابق قديمه مع الشؤون الاجتماعيه زمان، ان كان بيحصل بعض استغلال للبنات، ان سيده تاخدها وتكفلها وكده، وبعدين تاخدها في اعمال منزليه بمعنى ادق زي الشغاله يعني. فده كان الكلام ده من زمان ومنعوه. انما ممكن اي سيده اعمال تكون معروفه وبتيجي تقضي هنا مع البنات وقت، وبتبقى معروفه للاداره وعن في تعامل شخصي معاهم، ممكن بعد كده تاخد البنات تخرج بيهم بنتين صغيرين 3 بتقضي معاهم اليوم، بيبقى عن طريق الاداره رسمي. طبعا الناس اللي بتيجي، الزوار اللي بيجوا يقضوا اليوم مع البنات، بيفرق مع البنات هنا عندنا شويه يعني، ممكن بيكتسبوا منهم، ممكن حتى ستايل اللبس بيبقى نفسهم يتشبهوا بيهم. لما بيكون سيدات اعمال او حتى يعني بيبقى سيدات عاديه تيجي تقضي، بيكتسبوا منها حاجات كويسه اكيد. ممكن تكون سيده متدينه بتقول كلمتين او دعاء، يعني هدايه شويه ليهم. ممكن يعني انا بعتبر ان هم بيعتبروهم مثل ليهم، بيبقى عندهم امل ان يبقوا زيهم، وبتعكس عليهم، بتنعكس على البنات عندنا بيحبوا ده. بالنسبة لتقبل المجتمع للمجموعة البنات عندنا، هو طبعا المجتمع ما اقدرش اقول ان كل المجتمع متقبل لبعضهم. بالنسبة لمدارسهم عندهم زمايل يعني الحمد لله ليهم اصحاب، وساعات اصحابهم بياخدوا اذن وبيجوا يزورهم هنا يقعدوا معاهم شوية، وبتبقى بقى اهاليهم طبعا اولياء الامور عارفين ان البنات مختلطين ببعض هنا. انما اكيد في بعض ناس لا تتقبل الوضع، وخاصة هو اصلا الجيل ده كله في المدارس بره بيحبوا قوي يدوروا على حاجه اللي يضايقوا بيها اخر، فده بيحصل بعض مواقف طبعا من بعض زمان، بس احنا هنا بنحاول نقتصها سريعا. يعني البنت بتيجي المدرسه بيبقى باين عليها في حاجه، بتيجي على طول تحكي، لان الكل مجموعه بنات اسره لهم ام او مشرفه بيقولوا لها يا ماما، فبتيجي من بره باينه في كذا 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 كذا. لو مشكله، لو وصلت لحاجه اداريه وكده، تتعامل معاها الاداره على طول هنا، الاخصائيه الاجتماعيه بتروح تتعامل هناك مع الاخصائيه، لان لو مشكله كبيره بتروح الاخصائيه تتكلم معاهم كذا كذا. لو مشكله بنات عاديه كالعاده، ممكن بنت هي بالكلام بتهديها والاخصائيه موجوده تهديها، وفي اخصائيه نفسيه يعني لو الموضوع وصل انه عمل مثلا زي تاثر عليها انها تقعد ساكته ما بتتكلمش، بتضطر بقى هنا الاخصائيه النفسيه اللي بتتولى الموضوع. انا كاخصائيه اجتماعيه وفي اخصائيات في كل درجه، بنوجهها بقى الموضوع كذا كذا، وهي الاخصائيه النفسيه وفي دكتوره نفسيه لو الموضوع كبر. يعني احيانا اصل احنا في مجتمع النهارده، المجتمع والبنات والشباب عامه بقى عندهم حته الكلام الكتير اللي هو ما بيحاسبوش على بعض في الكلام، اللي هم بيسموها الحريه. طبعا دي مش الحريه، دي اللي هي بنسميها احنا معرفش، اللي هي الواحد بيبطش بالكلام كده ويقول اي كلام وبيحبوا يعايروا بعض. بالنسبة لتقبل البنات لحالة إن هي يتيمة الأب والأم، هما بيبقوا عارفين أو بينشأوا على إن الأب توفى والأم توفت. ما بنحبش نخش قوي في إن هما جم إزاي وجم للملجأ إزاي، هما بيبقى بينشأوا على كده. هما مع تعاملهم مع مشرفة البيت بيسموا، هما فجأة بيقولوا لها يا ماما، مجرد ما البنت قالت يا ماما يبقى هي حست إن دي أمها، فبتبقى من هنا التعامل كأم. احيانا ممكن يندرجوا تحت حته الاستعطاف ساعات، او ان هم مش استعطاف بقى، عايز اقول لك ان انا يتيمه الاب والام، فانا بقى ممكن ابقى يعني ساعات مش متزنه شويه في حته التقبل ليها دي.
بتبقى عندها عدوانيه، مش هامم حاجه في الدنيا، ما انا من غير اب وام ومن غير حد، فممكن يبقى عندها حته عدوانيه. بس احنا بقى بنحاول ان احنا دايما نمتص الكلام الصغير عشان يقدروا يعيشوا في الدنيا، وبنديهم هدف. انت المفروض انها بتكبر وتشتغل وتتجوز، فبيبقى في هدف تاني. طبعا تغيير المشرفه ممكن يعمل ازمه مع البنات، يعني بتبقى المشرفه دي معاهم مثلا 10 سنين او 9 سنين او ايا كان وتفر عدد السنين. يعني لما بتمشي لاي ظروف ممكن تحصل وحصلت، بتحصل شوك مع البنات، بتحصل يعني مش عايزه اقول 360 درجه انقلاب، يعني انهم مش بيبقوا مقدرين هي مشيت ليه، وممكن يتوهموا هي مشيت ليه او يحطوا اي وهم من عندهم. هي دي المشكله، احنا بنمتصها بسرعه لان انا غصب عني المشرفه بتمشي، ما اقدرش اجبر المشرفه انها تقعد. في الحاله دي بنقدر نفضل بقى نتكاتف كده مع بعض بين الاخصائيين وبين المشرفه ان الولاد يحبوا. وهم على فكره الاطفال والبنات بينسوا بسرعه، ما مش بينسوها للابد، بس بيتاقلموا مع الوضع. وبعدين لما يلاقوا مشرفه كويسه خلاص، مش لازم اقول يعني مش هفضل كل يوم اقول دي مشيت ودي جت، لا خلاص هي دي الوضع القائم، بيتقبلوها بيعيشوا يعني الحمد لله. وبرضه ممكن يجوا بعد كده هيقولوا لها ماما، بس احنا في الدنيا عايشين كلنا بين ان ممكن واحد يجرى له حاجه يتوفى، يعني هي دي الحياه. يبقى انا عندي مواهب جميله عايزين حد يتبناهم، سواء رسوم جميله سواء اشغال، سواء يتعمل لها معارض. احنا بدانا في الفكره اللي قلتها قبل كده، المسابقات اللي عملناها طلعنا اشغال من البنات افكاره جميله واشغال وجزء فني وجزء يعني كلها حاجات فنون بيبقوا الحاجات دي بدايه ان احنا هنعمل المعارض، يعني بنعملها زي مهرجان حاليا، هنوصلها انها تبقى معرض نجمعها ونخش بقى بمسابقات ويعرفوا ان دور البنات دي مش بنلعب. الجمعيه دي بتطلع ناس للمجتمع، ناس ينتجوا، ناس عايزين يعملوا حاجه، وممكن يطلع من هنا ناس احسن من اللي احنا متوقعينهم كمان. وطبعا المجتمع اتغير بالنسبه لنظرته برضو للايتام، ان كان الاول مثلا تبص تلاقي الاعداد اللي بتتبرع للجمعيات الايتام كان بتبقى قليله، النهارده الناس كل ما واحد عايز يحط مبالغ لله بيجي نحط مبالغ لله هنا، ايا كان العدد حتى لو كانت 100 جنيه، دي بتبقى هو منه حاجه خارجه منه لله كده. فدي انا بتهيألي المجتمع هنا بدا يحس ان في ناس مالهاش ذنب في الدنيا، لان دول ما لهمش ذنب في الحياه غير ان هم اتواجدوا في الوضع ده. والمجتمع مش هيعزلهم عن الدنيا، مش هنقدر ننميهم، فالحمد لله ان في يعني ناس بتعمل الخير. غير بقى المبنى الاداري اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، في مبنى مشروعات، دي كلها كل دي بتخدم البنات وبيستفيدوا منها. يعني مبنى المشروعات ده فيه عاملين بتاع ده اللي هو في مبنى لسه، في جزء للسجاد وفي جزء كمان لل بيسموه ايه اللي هو مش الغزل، اللي هو الملايات والمفروشات، مش عارفه نسميه عشان اتلخبط شويه. فهم دول المشروعين الموجودين في المبنى. وفي مخبز، بس طبعا ده مش للبنات، المخبز ده بيبقى فيه رجال بيقوموا بالخبز العيش والحاجات، في جزء منها بيتباع بره وفي جزء بيخدم البنات، يعني عشان مش عندنا المخبز ونجيب عيش من بره. بس هما هنا حتى في الحمد لله نظام عمل او نظام يومي مفروض المحطوط الحمد لله ماشيين عليه، بيبقى في مواعيد للافطار، مواعيد للغدا، مواعيد للعشاء، مواعيد للصحيان، مواعيد للشغل. يعني في ناس بيبقى في الاجازه، احنا عندنا مدارس بنات مبارك كول بيبقى لهم في فتره الاجازه سواء يوم جمعه او يوم في لو اجازه نص السنه بيبقى لهم ايام بيروحوا المصانع بيشتغلوا فيها، او يروحوا في بنات عندنا بيروحوا السجاد، ما بنخليهمش عندهم الوقت الفاضي خالص ان هم يقعدوا خمول، ومع ذلك بيجوا بقى بعد الغداء او قبل الغداء لو خلصوا فاضي بيبقى عندهم يقعدوا على التلفزيون بيتفرجوا على التلفزيون. طبعا في كل بيت في ريسيفر مع التلفزيون، طبعا القنوات المعينه الموجوده تحت اشراف طبعا المشرفه، وبيبقى احنا اللي او الاداره بيبقى هو الباشمهندس مثلا بتاع الكهرباء هو اللي بيبقى بيظبط الريسيفر علشان القنوات تبقى كويسه. وفي عندي الحمد لله في مشروع جديد معمول دلوقتي، مشروع كمبيوتر، حجره كمبيوتر فيها حوالي 10 كمبيوتر للدائم بقى على طول، للي في الجامعه اللي في ثانوي، لكل الاعمار، واللي مش عندها قابليه ليه براحتها، يعني ما بقدرش اجبرها، بندخلها في نشاط اخر، اما انهم يعملوا حاجات غزل، حاجات بيعملوا تابلوهات بالسيراميك، ده هتلاقيه في الفيديو اللي مع حضرتك، في تابلو كده معمول بالسيراميك متكسر ومعمول جميل جدا. يعني وفي رسم على الازاز، احنا عندنا ما شاء الله انشطه حلوه، يعني ده عمل المؤسسه كلها. بالنسبه كمان
كمان لل يعني هو لما بتلاقي الشؤون الاجتماعية اللي هي طبعا ده جزء الحكومة، لما بتروح جمعية وبتلاقي في بقى انحرافات، في الأمور مش ماشية بالنسبة طبعا للبنات اللي هم الموجودين أو كده، بتضع يدها على المكان ده كله. وده حصل في بعض دور تانية مش عندنا الحمد لله، ما عجبهمش طبعا السلوك الموجودين، الاختلاسات ايا كانت، انا ما اعرفش طبعا بالظبط اللي بيحصل جوه ايه، بس هو لما حط ايدهم عليه اكيد الدار دي باظت. ليه؟ لان كتاديه موظف حكومه، يعني انا بشتغل في جمعيه، لما الحكومه بتضع يدها عليه بقى انا كده دخلت تحت طائله الحكومه، موظف الحكومه بمرتبه ما بيشتغلش، بيعمل تقضيه واجب. طالما انا عملت شغل تقضيه واجب اذا انا ما اهتمتش الشغل صح، عشان كده ممكن المكان ده بيفشل الى ان يوصل، ممكن يوصل بقى انهم يتحولوا احداث، يعني انا ما عملتش حاجه غير حولت البنات احداث بس كده. موضوع الاهتمام بالايتام بيبقى عباره عن يوم وحيد في السنه، وبيبقى قاصر على مشاركه النجوم او الشخصيات البارزه في المجتمع والهدايا، واذا كان في يوم رياضي او للخروج للحدائق العامه لا اكثر ولا اقل. اما الطفل المفروض يجد دعم كامل من الناس جميعهم، مش هنتكلم على الاغنياء فقط، ولكن في الطبقه المتوسطه تستطيع تماما ان تتعامل مع الموضوع بشكل افضل. الطفل اليتيم بيحتاج الى ان يكون هناك أب بديل، أم بديلة، وده بيبقى سهل إن احنا نوفره عن طريق التدريب الجيد للأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي. الطفل بينتقل في خمس مراحل لحد ما يوصل لسن الرشد. الخمس مراحل دول هي مرحلة الفمية، دي معروفة جدا، الطفل بيبقى بيحتاج للأمان فيها كأقصى عامل بيحتاجه. تاني حاجة مرحلة الطفولة بيكون فيها جزئين، جزء اللي هو بيلعب بلا أي هدف، وفي الجزء الآخر أن يجد الدعم والتشجيع وإعطاءه الشجاعة الكافية علشان يبقى فيه تعليم متدرج بصورة يكون فيها بدأ يكون شخصيته. يخش بعد كده في مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ دي مهمة جدا، بتتسم بزيادة الهرمونات وبتهتم جدا بإن احنا لازم نكون شايفين ايه اللي نقدر نقدمه له كمفهوم عن النمو الطبيعي الجنسي، إذا كان هو طفل ذكر أو الطفل ده أنثى. بعد كده نخش مرحلة المراهقة ومرحلة إقامة علاقات مع الآخرين، بيحتاج برضه لقدرة عالية جدا من الأطباء والأخصائيين الموجودين في المكان لتنمية مهاراته وقدراته البشرية بحيث إنه يقدر يتواصل اجتماعيا مع الآخرين. بنعالج المخاوف اللي بتبقى موجودة متأصلة في هؤلاء الأطفال، مخاوف من المجتمع ومخاوف من رؤية المجتمع الخاطئة لمثل هؤلاء الأطفال. المجتمع بينقسم لفرقتين، فرقة بتعامل هؤلاء الأطفال على أساس إن هم يعني دينيا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال يعني انا واليتيم كهاتين، كاف اليتيم كهاتين في الجنه، واشار باصبعيه ان هو معن في الجنه يعني، فبيعاملوه من ناحيه دينيه، لكن لا تكون اكثر من صرف مادي او اعانه ماديه، او ما فيش بقى ان هو بيعامله كابن لي، مش هنقول ابن كامل، ولكن على الاقل ممكن يدي بعض الساعات لطفل او طفلين في المكان. ممكن يهتم بمساله انه يذهب الفرد او سواء رجل او مراه يعني للطفل اللي هو اختاره، ممكن يقعد يلعب معاه الالعاب اللي هي بنسميها اللي هي داخل المنزل كاندور جيمز، ممكن يخرج بيهم ويرجعهم. في برضه فرصة إن هو ممكن يبقى فيه الهدايا البسيطة اللي بتعبر عن المشاركة في أي نجاح بيحققه الطفل، أو بتبقى على مستوى برضه إنه ليه ما يبقاش فيه طرح لمشاكله الخاصة مع هذا الشخص الذي يهتم بيه. دي أهم الحاجات اللي ممكن
تدعم طفل يتيم بصورة أفضل من إقامة يوم واحد على مدار العام فقط. في ناس تانيين بتتوجه إلى الطفل اليتيم بالماديات أو الملابس أو الهدايا، ودي أنا بعتبرها أقل شيء يقدم لهؤلاء الأطفال، لأنه لا يراعي الناحية النفسية، لا يراعي احتياجه للأمان، لا يراعي احتياجه لأنه حد ياخد بإيده يطمنه، لا يراعي جزء إنه مين القادر على حل مشكلاته أو يتكلم مع مين في مشكلاته. إذن التوجه الأمثل لتوعية الشعب عموما أو الأمة المصرية أو العربية في هذا المجال، إنه ممكن إن إذا ما كانش وقتك يسمح فممكن يبقى في دور اجتماعي تطوعي. يعني أنا مثلا ممكن أقترح إنه في أفراد بدل الخدمة الاجتماعية اللي بيعملوها أو إنه مثلا الخدمة العسكرية، إنه يبقى في خدمة تعليم أو خدمة اهتمام بالنسبة لهؤلاء الأطفال. ممكن يبقى في خدمة اجتماعية عن طريق كل البنات اللي بيتخرجوا، ممكن يبقى في جزء منهم بيدي خدمة تكافلية لهؤلاء الأبناء من رعاية أو تعليم أو بس روح جديدة فيهم أو محاولة لمشاركتهم آلامهم أو أحزانهم. أتكلم على دور الإعلام كصحافة، كإذاعة، كتلفزيون، كبرامج حوارية، وممكن يستضيفوا مجموعة من هؤلاء الأطفال بعد وصول لسن كبيرة ويقولوا إيه الأخطاء اللي تمت في حياتهم، إيه العقبات اللي واجهتهم. ممكن يبقى فيه إبراز للفئة المتفوقة أو اللي حققت طموحاتها منهم بتوصيل صوتهم للمجتمع، وإنه كان فيه ممكن إنهم كانوا يبقوا أحسن من كده لو تم وضع خطة مناسبة لرعايتهم أو للتكافل معهم. فكرة وجود الطب النفسي في الموضوع، الطب النفسي مهم لأنه هو ده اللي بيضع الخطة لتنمية الطفل أثناء المراحل الطبيعية اللي ربنا بيخلق فيها الإنسان. بيراعي بالذات مسألة المخاوف واضطرابات الشخصية اللي بتنشأ، لأن دي بتعتبر من الأمراض اللي بتبقى مزمنة وطويلة المدى بالنسبة لهؤلاء الأطفال، لأنه لا يجد من ينصحه، لا يجد من يتكلم معه، لا يجد من يشاركه، فبالتالي بيبقى فيه اضطرابات شخصية، بيبقى فيه مخاوف عالية جدا، بيبقى فيه قلق وتوتر عالي جدا، فيه اضطرابات نوم، ممكن بنجد مرض العصر الاكتئاب يبقى أعلى في الفئات دي. فكل الحاجات دي بتحتاج طبعا، أو الأمراض دي بتحتاج طبيب نفسي متخصص بيشوف الأطفال دول وبيكتب إذا كان بيحتاج دواء أو بيحتاج لنظام من التعليمات المتدرج للوصول دي لبر. عن الأطفال اللي هم موجودين في دار إيواء للأيتام أو مؤسسة أيتام أو المؤسسات أو الأماكن المختلفة اللي بتاخد الأولاد دول بأعمار مختلفة، سواء كانوا أطفال رضع أو سواء كانوا أولاد أكبر شوية. في مؤسسات كتير قوي، في شوية منهم ملهمش لازمة وفي شوية تانيين ممتازين، والدورات تتفاوت. أي طفل في الدنيا عنده احتياجات بدنية أساسية. لو هنتكلم علميا عن الهرم بتاع مازلو مثلا، هنتكلم عن الاحتياجات الأساسية اللي مفيش فيها فصال، الأكل والشرب والدفء وإنه يقدر ياخد حاجته وإنه يعمل حاجته بنفسه. دي حاجات يعني ما أقدرش أطلب من طفل أكلمه عن أي حاجة نفسية لو هو جعان، ما أقدرش أحسسه إنه مطلوب منه إنه يؤدي واجب أو التزام اجتماعي أو نفسي لو هو خايف، لو هو مرعوب، لو عنده حاجات تانية إلى جانب مشكلته، كأنه مشكلته اللي هي إنه الطفل ما عندوش أب وأم. أوكي؟ وبالتالي أول حجر أساسي لازم يبقى متواجد إنه الطفل ده حاجته البدنية تبقى موجودة. خلصنا من الحاجات دي اللي هو الأكل والشرب والسرير، وانه ما يبقاش بردان في الشتاء وما يبقاش فطسان من الحر في الصيف، ويبقى في حمام بالمقاييس اللي هي البدائيه، لان دي من الحاجات اللي احنا بنفتقدها في بعض دار الايتام. الشيء الثاني اللي احنا بنقول ان الطفل لازم
يلاقيه عنده اللي هو الإحساس بالانتماء، الأمان والانتماء. لو تبص على أي عيلة عادية، أي طفل في أي عيلة فيها أب وأم وإخوات، لو الأم مش فاضية للطفل أو الأب يعني ما بيعبرش ولاده قوي، الطفل بيطلع مهزوز. احنا دايما بنقول ان الكيان الاسري بيحتاج الاب والام والطفل، ويا ريت لو في اخوات كمان. ليه؟ لان المثلث ده او المربع ده اللي فيه الاب والام بيمثلوا جوانب مختلفه تكميليه للاحتياجات النفسيه بتاعه الطفل. نتخيل بقى الاطفال اللي هم محطوطين في دار ايتام، هم كذا مجموعه. في الاطفال اللي هم اصلا ملهمش اب وام، بيتلموا في اي حته، يتواجدوا في اي حته، كانوا تايهين، كانوا اللي هو، والولاد دول ملهمش اصلا اي سجل يوصلهم لاي شيء له علاقه بالانتماء. يعني مين بابا مين ماما، اصل فاصل عم خال، مفيش. في الولاد التانيين اللي اهاليهم بتودعهم في المؤسسات لان هم اكملت عدد مش محتاجينهم، عندهم اولاد كتير قوي، عندهم ظروف ماديه قاسيه، عندهم ظروف عائليه، الام اتجوزت واحد تاني ومش عايز الولد، الاب اتجوز واحده تانيه ومش عايزه تتحمل مسؤوليه الطفل الاولاني. معظم القوانين اللي احنا بنتبعها عشان نحط الاطفال في المؤسسات قوانين بيبقى فيها شيء من القسوه. يعني الطفل بيتحط في المؤسسه بناء على سنه والشريحه الاجتماعيه اللي هو او المكان اللي هو موجود فيه. الطفل ده ولد او بنت، سنه، له اخوات ملوش اخوات. يعني ساعات بنلاقي اطفال ولدين ثلاثه، ولاد وبنات وصبيان، الاب والام توفوا وهم ملهمش غير بعضيهم، هم الثلاثه دول وهم مرتبطين ببعضيهم. وتيجي بقى بعد كده المؤسسه بتاعت شؤون الاجتماعيه تقوم حطاهم في مؤسسه ايتام، كويس، ولد منهم في مؤسسه والأخت في مؤسسة والطفل الثالث مؤسسة ثالثة. ليه؟ عشان سنهم وعشان جنسهم. وبالتالي شوية اللي هم كانوا مرتبطين ما تبقى من ارتباط عائلي تفكك عندهم، فده بيسبب لهم كمان مشاعر رهيبة بالضياع بالزيادة. نبص بعد كده على المؤسسات نفسها. المؤسسة بتوفر إحساس بالانتماء ولا ما بتوفرش؟ الإحساس ده ممكن يجي إزاي؟ ممكن يجي بنوع الرعايه اللي موجوده، بمعنى لازم يبقى فيه الشيء الطفل يحس انه بتاعه، يعني السرير بتاعه، الدولاب بتاعه، الكومودينو بتاعه، الملابس بتاعته، ليه خصوصيته. دي بالنسبه للحاجات اللي هي المجرده. الحاجات المعنويه اللي هي السيده اللي المفروض بتحل محل الام، هل السيده دي تمثل الام؟ متواجدة، عارفة الولاد، بتديهم الحاجات اللي هي اللي هما محتاجينها، ولا هي بتيجي مواعيد عمل ويخلص الميعاد تاخد بعضها وتمشي. ولو هي عندها ظروف عائلية وظروف خاصة بيها أو قررت إنها تبطل إنها تشتغل تاخد بعضها وتمشي. هل المؤسسة بتراعي استمرارية الشخص ده هو يعني في حياة الطفل ولا لأ؟ لأن بنلاقي إن من الحاجات اللي هي بتأثر سلبا بشدة على الأولاد ان اللي بتمثل دور الام موجوده النهارده، تاني يوم مش موجوده، محدش فاهم هي راحت فين ولا ليه ولا ازاي. الام بتمثل عناصر اللي هو الاستمراريه، الامان، تلبيه الاحتياجات الاساسيه، الحنيه، المتابعه، الحاجات اللي هي اللي احنا بنسميها دور الام في الحياه. اللي بيمثل دور الاب بيمثل حاجات تانيه، بيمثل منظر تاني خالص، تلبية احتياجات مختلفة، شيء من الاستقرار برضو، شيء من الصرامة، شيء من الحب. اهتمامات الأب غير اهتمامات الأم، وبالتالي الاتنين بيمثلوا مع بعض الشيء اللي الطفل محتاجه نفسيا. فلو المؤسسة بتراعي الحاجات دي وفي أم متواجدة على طول، حتى لو هي واحدة بالنهار وواحدة بالليل، إنما مستمرين مع الطفل على طول، صيف شتاء، خمس سبعة أيام في الأسبوع، الطفل عارف اللي مستنيه، عارف بكرة يبقى فيه مين، الوجبة اللي جاية جاية من مين، مين اللي هيجيبها له، الأب ده موجود فين في الخريطة العائلية. فدي من الحاجات اللي بتسهل الإحساس بالانتماء وبالأمان طبعا.
هنتكلم عن الوصمة الاجتماعية. لو الطفل ده مش قادر يقول أنا عندي ماما ومش قادر يقول أنا عندي بابا كويس، يبقى مبدئيا أول مشكلة بتصادف الطفل إنه هو حاسس إنه مندوز. بنبص لهم إحنا بصة كده إنه يعني دول يعني هيقعدوا معانا 10 دقايق ساعة ساعتين وبعد كده هياخدوا بعضهم وهيمشوا. ما بنبص لهمش على إن دول ولاد ليهم احتياجات، جايين من مكان في حاجات ناقصة كتير قوي ومحتاجين إن هما يرجعوا تاني لحتة تكمل الحاجات النواقص اللي هما فيها. بنلاحظ دايما إن كل الناس اللي بتروح تزور الأطفال في الملاجئ، أي بنت عادية بتروح تزور الأطفال، بنلاقي الولاد دول كلهم بيتهافتوا على الزائرة وبيرتبطوا بيها وبيتعلقوا بيها وبيلعبوا معها، ولما بتيجي تمشي بتبقى مأساة، بتبقى حاجة متعبة جدا للأعصاب للي هي مروحة بيتها. بالنسبة للولاد بقى اللي هم اللي متعلقين بيها وعمالين يعيطوا وعايزينها، بيبقى إحساس أفظع بقى، لأن هما بالنسبة لهم جات واحدة وبتقول لهم ايوه هنلعب مع بعض وهنغني مع بعض وهجيب لكم حاجات حلوه، وبعد كده بتختفي وبتختفي لان هي عايزه تاخد بعضها بقى تروح خلاص. هي عايزه تروح فين الزائره دي؟ عايزه تروح بيتها، عايزه تروح عند مامتها وباباها واخواتها، عايزه سريرها، عايزه حاجتها، وخلصت الماموريه. الاسباب اللي بتخلي الطفل يحس انه اجتماعيا مندوز: نمره واحد، مالوش حد ممكن يقول انه ده باباه حقيقي او مامته حقيقي. لو عنده بديل الام او بديل الاب، هل البدائل دول متواجدين بالشكل اللي احنا عايزينه اللي بيلبي احتياجاتهم النفسيه ولا لا؟ الطفل اللي هو ما عندوش اب وام كويس، انما عارفين الاصل والفصل، غير اللقيط. اللقيط وصمه عار مختلفه، واحنا الحمد لله بنصنفهم ده لقيط وده يتيم. فالليبل ده او اللقب ده من اساسه ان احنا نقول الطفل ده لقيط او الطفل ده يتيم، دي من اساسها بتخلي الناس تبص للاولاد دول نظره دونيه. فالطفل اجتماعيا بيبقى عامل زي التيرموستات، بيحس على طول بالناس اللي قدامه هيقولوا ايه وهيفكروا في ايه، وبيحس بالاحساس السلبي اللي بيوصل له. مندوز، الطفل ده مندوز. اما نيجي بقى نبص للظروف النفسيه بتاعت الولاد اللي محطوطين في المؤسسه او دار الايتام، النواحي النفسيه دي بتتلبى ازاي؟ اما يكون عندي 30 او 40 طفل ومعاهم 2 او 3 بيمثلوا الام بالنهار و2 او 3 بيمثلوا الام بالليل، ايه دور الام؟ هل دورها ان هي تربي الولاد ان هم يعملوا سريرهم الصبح وينزلوا على مدارسهم ويرجعوا من المدارس يعملوا الهومورك اللي عليهم وينزلوا وخلاص ويخشوا يناموا؟ هل دورها بيقتصر على كده؟ فين الرعاية؟ فين الحنية؟ فين الحضن؟ فين لما تدي لطفل صغير رجيع بيبونة بتاعته؟ الطريقة اللي هي بتديها، بتدي الطفل البيبونة بتعملها ازاي؟ الطفل اللي بيبقى بيعيط، بيعيط ليه؟ الأم العادية بتقعد تفكر بقى بيعيط عشان محتاج يغير، او عشان جعان، او عشان بردان، او عشان عنده مغص، او عشان عشان. الام اللي عندها في الملجأ 30 او 40 طفل لا يمكن باي شكل من الاشكال ان هي تقعد تعمل الحسابات دي، وبالتالي الولاد دول بيتربوا ككتيبه. طبعا في ناس خيرين كتير، انما الخيرين دول ايه الدور بتاعهم؟ يعني هيستكملوا النواقص اللي في حياتهم ازاي؟ بزياره مره في الشهر، بان هم يتبرعوا بشويه هدوم او شويه كتب او شويه لعب او شويه ماكولات، يا وصلت للولاد يا ما وصلتش. انما لو وصلت للولاد، الطفل هيفهم ازاي ان الحاجه دي جايه له هو خاصه؟ لو الطفل اللي في الملجأ جات له هديه من مجهول وخد الهديه، هل هيبقى ليها نفس المعنى ونفس المحتوى ونفس المضمون زي الطفل اللي بيجيله هديه في بيته؟ اكيد لا. الطفل عنده احتياجات اهم كمان من الهديه. الطفل عايز يحس ان هو بينتمي لحد، ان هو محتاج حد يسال عليه بصفه شخصيه. فمين اللي بيقدر يديله الكلام ده؟ الدادة اللي هي واخده دور الام، ولا الام اللي مش قادره تاخد دور الام وبتاخد دور الدادة؟ انهين فيهم بقى تمثل الام بالطفل بالنسبه للطفل؟ فاكيد الطفل ده عنده احتياجات معينه ناقصه، احتياجات نفسية قوية جدا، الانتماء والإحساس بالأمان
وتلبية المشاعر اللي أي طفل بيحتاجها، اللي هي الحب والحنية والتفاهم والإحساس اللي هو بالمشاركة، حاجات دي مش متواجدة. فالطفل بيقلب الكلام ده على حياته الشخصية بقى، بيقلب إنه بيجرد من عنده بعض الأشياء الطبيعية. ما بيكبر شوية بنقول إنه من كتر ما قاس الطفل ده لما هيكبر ويبقى له ولاد هيعوضهم، عمره ما هيكون بالقسوة اللي هو عانى منها. بنكتشف إيه؟ إنه بيعيد نفس الاسطوانة تاني مع أولاد تانيين في نفس الظروف. فاقد الشيء لا يعطيه. فالطفل اللي اتربى في مؤسسة وما كانش عنده إحساس بالانتماء، وما كانش عنده إحساس بالأمان، وما كانش عنده إحساس بالحب، وما عندهش إحساس إنه هو الناس اللي حواليه دول بتوعه وتابعه وفاهمين وهو فاهمهم، لما هو هيكبر بعد كده هو هيبقى صعب إن هو يقدر يدي الحاجات دي لأي حد من بعده. مؤسسات كويسة بقى بتعمل إيه؟ بتراعي جوانب دي وبتكمل وبتواظب على استمرارية الناس اللي عندها استعداد إن هي تاخد دور الأم البديلة، وبيبقى فيه أب بديل، واللقب أم بيبقى ثابت على شخص معين، ما بيبقاش على 30-40 ست اللي هما بيخلوا بالهم على 200 طفل اللي موجودين في دار الأيتام. ما ينفعش ماما كذا ماما كذا ماما كذا ماما كذا، احنا عندنا أم واحدة، والطفل لازم يحس انه عنده أم واحدة فهمان، لازم يحس انه هو عنده مجموعة صغيرة، المجموعة دي بتاعته بينتمي ليها. طبعا بيبقى فيه 30-40 واحد معاه، انما هو فيه 3-4 اللي هما القريبين منه. فكرة الـ SOS زي ما هي مفهومة عالميا، دي من الأفكار اللي هي ناجحة جدا في المؤسسات، ان بيبقى فيه أم متعاقدة لمدة زمنية معينة ومعاها في قلب بيت واحد أو في مكان واحد 4-5-6 أطفال هم أولادها، بيكبروا معاها وبيعيشوا معاها، وهي معاها مصروفها اللي هي بتصرف منه على العيلة بتاعتها، والاحتياجات اليومية هيذاكروا ازاي وهياكلوا ازاي وهيناموا ازاي وهتربيهم ازاي وهتعاقبهم ازاي وهتكافئهم ازاي، والحاجات دي كلها اللي هي المنظومة العادية بتاعت أي أسرة متواجدة في البيت ده. وفي مدير للمكان، المدير ده بيمثل صورة الأب للأولاد، متواجد في المناسبات المهمة بتاعتهم، في الاحتياجات الأساسية بتاعتهم، بيشقر عليهم كل حين ومين، مش متواجد معاهم إنما صورة الأب موجودة. وبالتالي الطفل ده لما يروح أي حضانة أو أي مدرسة قدام الأولاد التانيين هو ساكن في بيت، مش ساكن في دار إيواء، هو ساكن في حاجة في بيت. البيت ده في مين؟ في ماما واخواته. أنواع العقاب موجودة وكتير قوي للأسف، إنما اللي أصعب منها إن احنا نحاول نتعامل مع الأطفال دول بشكل إيجابي وبشكل بناء ما بيبقاش موجود. الخدمة الاجتماعية بتبقى بشكل سوري في معظم الأحيان، مش كلها طبعا، إن هو بيبقى عارف الصفحة الاجتماعية بتاعت الطفل ده إيه، وبيبقى عنده ملف في الطفل ده إيجابياته وسلبياته شكلها إيه. إنما الناحية النفسية دي أو المتخصصين في مجال علم النفس مش متواجدين بالشكل المطلوب الكافي بالنسبة للمؤسسات. المتخصص أو في علم النفس ده لازم يبقى موجود من الأول خالص لما المؤسسة بتنشأ من الأول عشان يبقى فيه الأسس، وبعد كده لازم يبقى متواجد بصفة منتظمة. طبعا الولاد لما بيلاقوش الرعاية الكافية والاهتمام الكافي والاهتمام الشخصي الفردي بيحتاجوا ان هما يعني مش بيحتاجوا، هما بيضطروا ان هما يتعاملوا بالطرق اللي احنا بنقول عليها السلبية جدا، بيهربوا من المؤسسات، بيخشوا في السكة اللي هي بتاعت الادمان او السرقة او الحاجات اللي هي السلبية الاجتماعية اللي احنا بنشوفها كتير. ولما بيتمسكوا بيحصلون نوع من العقاب الشديد، في حين ان هما العقاب ده مش الحل الاساسي، بيبقى فيه حاجة مسببة السلوكيات السيئة دي، فلازم نحل المشاكل دي الاول قبل ما نخش في العقاب. ساعات بيحصل نوع من التحرش الجنسي في المؤسسات دي، مين اللي مسؤول والجانب ده ممكن نتجنبه ازاي؟ الولاد اللي بيتعرضوا لإيذاء بدني ونفسي في المؤسسات مين اللي هيتعامل في الحتة دي؟ ولازم يبقى فيه رقيب، الرقيب ده لازم يبقى له دور نفسي قوي جدا. فالمؤسسة لازم تتبني على أساس سليم من الأول، ولازم تتابع
ان الاسس بتاعتها تبقى سليمه، وكل طفل يحس وهو بيكبر ان هو له شخصيته واحتياجاته الشخصيه ملباه، وانه له كينونه بتاعته، له خصوصيته هو وله الانتماء. بعد كده هو دور المدرسه بيبقى دور مكمل بالنسبه للمؤسسه. المدرسه دي بتصنف الولاد دول على ان هم كم مختلف ولا ملهاش علاقة بالأصل، وبتتعامل مع الطفل على إنه طفل زي أي تلميذ جاي في المدرسة. بعد كده هو الدراسات الجامعية شكلها إيه، أو إن هما يكملوا في وظيفة، التدريب على وظيفة، وبعد كده إن هما يلاقوا وظيفة بتيجي إزاي. لما بيجي الطفل ده بيبقى شاب مراهق سن 15-16 سنة، الدنيا بتيجي معاه إزاي، دور المسؤولية بتتربى عندهم إزاي، والإحساس إن هو عنده تكملة في حياته. فده دور مجتمعي، إنما لازم يجي من نواحي حكومية وقانونية عشان يبقى فيه شيء من الجدية في التعامل مع المؤسسات دي، يعتبر بيتهم وحياتهم ومستقبلهم.